اختتمت فعاليات التوعية بمرض السكري والتي بدأت في نوفمبر الماضي تزامنا مع الاحتفالات العالمية باليوم العالمي للسكري. وخلال الفعاليات تم الإعلان عن تسجيل رقم قياسي جديد على موسوعة جينيس للأرقام القياسية في التوعية بالمرض. موسوعة جينيس ريكورد ادت هدية او كافئة هيئة التأمين الصحي ووزارة الصحة، وسجلت هذا العدد وهذا اليوم في موسوعة جينيس لأن ده كان أكبر يوم توعوي لمرضى السكري. وزارة الصحة متمثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقدم خدماتها لمرضى السكر اللي تقريبا عددهم حوالي 10 مليون بنسبة حوالي ما تقرب من 15%. ده حط مصر في ترتيب العاشر عالميا من مرضى السكر. نجاح وزارة الصحة المصرية في تقديم مفهوم مختلف عن الرعاية الصحية، من مجرد تقديم الخدمة العلاجية للمرضى إلى تقديم الرعاية الصحية بمفهومها الشامل الذي يشمل كيف تحافظ على نفسك من عدم الإصابة، كيف تحافظ على حياتك بشكل صحي من مضاعفات الإصابة، كيف تستطيع أن تعيش بشكل سليم بعيدا عن احتياجك لدخول المستشفيات أو احتياجك للتأثر أو عدم قدرتك على منع التأثر بالمضاعفات الصحية لمرض السكر.